الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قصة سيدنا هود. يقول الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هناك نظرة للمعصية، نظرة أهل التوحيد. أهل التوحيد يقولون إن القرآن كله جمع في الفاتحة، وإن الفاتحة كلها جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا رب لا حول عن معصيتك إلا بك، ولا قوة على طاعتك إلا بك. فهذا الذي يقول أنا مستقيم، هذا وقع في الشرك وهو لا يدري. ماذا تفعل لو ضعف الله مقاومتك؟ ماذا تفعل لو جعل الله مقاومتك للذنوب هشة؟ تنهار. هذا يؤكد قول سيدنا يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وأكن من الجاهلين. أهل التوحيد يرون أنه لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله. أهل التوحيد إذا أطاعوا يرون أن هذه الطاعة بتوفيق الله وبكرم الله وبحفظ الله، وإذا خالفوا يرون أن هذه المخالفة محض عدالة الله ومحض مخالفتهم هم. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن أن النبي المكرم سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني في افتقار إلى الله عز وجل. هذا رأي أهل التوحيد في الذنوب. هناك رأي آخر في الذنوب، أن الإنسان بين حالتين، بين حالة التوفيق وحالة الخذلان. فإذا وكلك إلى نفسك خذلك، وإذا عاملك بما هو في حقك خير فقد وفقك. فأنت بين أن تتكل على الله فيوفقك، وبين أن تتكل على نفسك فيخذلك. جرب، قل أنا، قل كلمة أنا فقط، أنا بالقضية خبير، تلاقي حالك غلطت غلطة كبيرة، أنا لا أفعل هذه المعصية، تزل قدمك وتفعلها. إذا قلت أنا وظننت أنك قوي الإرادة ذو شخصية قوية تعرف الحق من الباطل، إذا اعتمدت على ذاتك، إذا اعتمدت على علمك، إذا اعتمدت على قوة إرادتك، إذا اعتمدت على حزمك، حينما تعتمد على ذاتك وقعت في الشرك وأنت لا تدري. لذلك يكون التأديب أن يكلك الله إلى نفسك فتقع المعصية. فالمعصية تقع ممن اتكل على نفسه، اتكل على نفسه في طاعة ربه، فإذا به يكتشف فجأة أن هذه المقاومة قد تلاشت، وأن هذه الاستقامة التامة قد تبعثرت. لماذا؟ لأنك اعتمدت على نفسك، اتكلت عليها فوكلك الله إليها، فضعفت مقاومتك وأصبحت هشة. فحينما يقع الإنسان في مثل هذه الحالة عليه أن يعود إلى ربه وأن يستعين به وأن يتذلل له، لئلا يقع في شرك من نوع خفي وهو الاعتماد على الذات.
لك نعتمد على ذاتنا. لمن أنت؟ أنت عبد صغير لا تقوى على شيء. أيام الطالب بالامتحان يعتمد على قدرته الفائقة في هذه المادة، فإذا هو في هذه المادة يأخذ علامات متدنية، وفي المواد التي يخاف منها ويتكل على الله فيها يتفوق فيها. أصحاب المصالح، أصحاب المهن العالية، الأطباء، المحامين، المهندسين، المدرسين، إذا قال أنا وكله الله إلى نفسه، إذا قال يا ربي إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الطبيب قبل أن يشخص المرض عليه أن يستعين بالله، المدرس قبل أن يلقي الدرس، المحامي قبل أن يقدم المذكرة، أصحاب المهن، أصحاب الحرف في المجال التعليمي وفي المجال الصناعي، إذا قلت أنا فقد اتكلت على نفسك، عندئذ يكلك الله إياها فتظهر الأخطاء والمعاصي والمخالفات. شيء آخر هو أن هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة، مظهر من أسمائه. الله سبحانه وتعالى له ذات وله أسماء حسنى وله صفات فضلة وله أفعال وله مفاعيل. الزلزال مفعول فعله الله سبحانه وتعالى، ففي انسجام بين ذاته وبين أسمائه وبين صفاته وبين أفعاله وبين مفعولاته. فالله عز وجل رحمن رحيم، إذن يجب أن تكون أفعاله فيها رحمة. المؤمن يعتقد أن كل أفعال الله فيها أسماؤه كلها. من هنا فسر بعض المفسرين أن الله إذا تحدث عن ذاته وإذا تحدث عن أفعاله استخدم ضمير الجمع، إنا نحن نحيي ونميت، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قد يكون الحديث عن ذات الله فالحديث بضمير المفرد، وقد يكون الحديث عن أفعال الله فالحديث بضمير الجمع، لأن ضمير الجمع يعني أن كل أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى في هذا الفعل، وهكذا يجب أن تعتقد. لذلك إذا تصورت أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل على عباده قرآنا ولا يبعث رسولا فأنت عطلت أسماء الرحمة فيه. أسماء الرحمة والعدل والإنصاف واللطف والحرص على إسعاد عباده، هذا كله أنت عطلته. لذلك من عطل الأمر والنهي والثواب والعقاب فقد عطل بعضا من أسماء الله الحسنى. إذا واحد قال لك يا أخي والله ما في عدالة بالحياة، وذكر لك قصص لا حصر لها من الظلم، هذا ماذا فعل؟ هذا عطل اسم الحق، عطل اسم الحق. فلذلك الإنسان في أثناء حديثه وتفكيره تصوره قراءته كتابته ينبغي أن يكون منسجما مع عقيدته. من أسماء الله أنه رحيم، من أسماء الله أنه عظيم، أنه قدير، أنه غني، أنه سميع، أنه مجيب، أنه الحق. ولا بد للحق من أن يظهر الحق، ولا بد للحق من أن يحق الحق. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذا قلت إن الله ما أنزل على بشر من شيء أنت ما عرفت الله. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا نفيت اليوم الآخر ونفيت يوم الجزاء ويوم الدينونة ويوم الحساب ويوم الفصل أنت بهذا تنفي إحقاق الحق، وإذا نفيت إحقاق الحق نفيت اسم الحق عن الله عز وجل. إذن لا بد من أن تؤمن بأسماء الله كلها الحسنى وصفاته الفضلى كلها، وأن الله عز وجل لا يدع عباده من دون أمر ونهي ولا من دون ثواب وعقاب. إذا قلت أنت وأنت لا تدري أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم تاء ما يحكمون. يعني إذا قلت إنه فلان غارق في المعاصي والله عم يعصيه، وفلان مستقيم على أمر الله والله حارمه، وسبحان الله كما يقول سبحان الله،
هذا تسبيح ليس في مكانه الصحيح. الله عز وجل في آيات كثيرة يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الحقيقة هناك رأي دقيق لكنه يحتاج إلى دقة في الفهم، هو أن بعض المعاصي تزيد إيمان المؤمن. كيف؟ سمع مؤمن أن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة، وسمع أيضا أنه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو أن إنسان مثلا زلت قدمه ارتكب معصية فشعر بالحجاب، ومع الحجاب الضيق الشديد، ومع الضيق الشديد المعيشة الضنك، عندئذ يزداد إيمانا بمصداقية هذا الكتاب. أحيانا الإنسان بيكون قضية يعني في له موقف منها متردد، فيأتي الذنب أحيانا ليؤكد له أن هذا كلام الله، وأن كل خروج عن كلام الله يستوجب الشقاء في الدنيا والآخرة. أيام الإنسان يغلط، يفعل شيء، يأتي الرد من الله سريعا، هذا الرد يجعل إيمانه بهذه الآية يصل إلى أعمق أعماق نفسه. هذا نوع أيضا من أنواع الذنوب. لذلك قيل إن أهل الدنيا في جحيم قبل الجحيم، وإن أهل الإيمان في نعيم قبل النعيم. ولما ربنا عز وجل قال حدث عن الجنة وقال عرفها لهم، بعضهم قال ذاقوا شيئا من طعمها في الدنيا، وبعضهم قال عرفها لهم أي جعلها معطرة لهم، وبعضهم قال عرفها لهم بمعنى أنهم يعرفونها. فعلى كل عرفها لهم المؤمن في الدنيا يذوق من طعم القرب كما يذوق من طعم البعد. لذلك تأتي مشاعر البعد إثر بعض المخالفات لتعمق إيمانه بأن هذا القرآن كلام الله رب العالمين. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة تألقا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. فالإنسان من أزواقه يعرف أنه مسيء ويعرف أن هذا الكلام كلام الله عز وجل. أحيانا إذا زلت قدم الإنسان يتعمق إيمانه بآية كان مترددا في قبولها. شيء آخر الذنب، أحيانا يعني إنسان قبل أن يذنب ينظر إلى العصاة وكأنهم من سقط المتاع وكأنهم لا شأن لهم عند الله عز وجل. أما إذا زلت قدمه مرة وإذا وقع غلب على أمره فزلت قدمه، عندئذ يرحم المذنبين. يعني هذا المذنب يجب أن ترحمه، يجب أن لا تستعلي عليه، يجب أن تأخذ بيده. فهناك استقامة يعني تورث كبرا واستعلاء وتجبرا على عباد الله عز وجل. فربنا عز وجل يعالج الإنسان بتزل قدمه أحيانا فينكسر لله عز وجل، ويعرف أن هناك يعني مذنبين متألمون جدا من ذنوبهم ويحتاجون إلى أن تأخذ بيدهم. هذا معنى دقيق جدا. شيء آخر، الذنب أحيانا كما قال ابن عطاء الله السكندري: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. الإنسان إذا كان له أخطاء ثم تاب منها، هذه الأخطاء تورثه تواضعا لله عز وجل وتورثه رحمة بالمخطئين. فقبل التوبة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كما كنت مقصرا ومسيئا والله سبحانه وتعالى صبر عليك وحلم عليك حتى حملك على التوبة فصرت مستقيما، ارحم هؤلاء المقصرين، لا تيأس منهم، لا تعرض عنهم،
لا تستعلي عليهم. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الذنب شؤم على غير صاحبه، الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره به ابتلاه الله به، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم. يعني أنت أمام إنسان مذنب لك ثلاث حالات مرضية، إن قلت في نفسك لماذا يذنب؟ هذه دناءة، عيرته، إذن تستحق أن تبتلى بهذا الذنب من قبل الله عز وجل. هذا موقف متعجرف، موقف فيه تجبر، فيه تكبر. من عيره ابتلي به، ومن ذكره فقد اغتابه. وإما جلس فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، فضحته، فهذه غيبة. وإن قلت والله نعم ما فعل، هالكلمة بس شاركته في الإثم، ماذا ينبغي أن تقول؟ يجب أن يكون لك موقف واحد، أن تقول: أرجو الله أن يتوب عليه وأن يعافيني من هذا الذنب. هذا موقف العبودية. لذلك الإنسان أيام ما يرحم المذنب يتجبر عليه، أغلب الظن أن الله عز وجل يضعف مقاومته وتزل قدمه ويقترف الذنب نفسه. فالإنسان إذا مستقيم يكون متواضع مع استقامته حتى الله عز وجل يحفظ له نعمة الاستقامة، وينطلق من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا معنى الرحمة. يعني إذا أنت شفت إنسان مقصر، يعني مرتكب بعض المعاصي، لا تستعلي عليه، خذ بيده، لعل الله عز وجل يجعل توبته على يديك. إذا استعليت عليه واحتقرت عمله وزررت عنه واشمأززت منه وتكبرت عليه، هذا يزداد عنك بعدا. سيدنا عمر بلغه أن أحد من يعرفه وصل إلى الشام وبدأ يعاقر الخمرة، ماذا فعل سيدنا عمر؟ كتب له كتابا، قال له: أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول. كلام رقيق عرفه برحمة الله وبأنه يقبل التوبة عن عباده. فهذا الإنسان العاصي الذي يعاقر الخمرة ما زال يقرأ كتاب سيدنا عمر حتى بكى وتاب. فلما بلغ سيدنا عمر ما حصل لهذا المذنب قال: هكذا افعلوا بأخيكم، هكذا افعلوا. كان شفت أخوك واقع بمعصية، لا تكن عونا للشيطان عليه، كن عونا له على الشيطان، استره وخذ بيده عونه، لو كان واقع بمعصية عونه فلعله يميل إليك. هي موقف الرحمة. إذا الإنسان ما رحم المقصرين يوشك أن تزل قدمه مثلهم، إذا ما رحمهم واستعلى عليهم واحتقرهم يوشك أن تزل قدمه مثلهم. إذا كنت في هذا الحال انتقلت إلى حال الآخر، هو حال العجز والضعف، هذا حال صحي. لذلك قال: من عرف نفسه عرف ربه. من عرف ضعفه عرف ربه القوي، من عرف فقره عرف ربه الغني، من عرف جهله عرف ربه العليم. فكلما ازددت بنفسك معرفة ازددت معرفة بالله عز وجل. هذا معنى. المعنى الآخر: من عرف نفسه عرف الآيات الدالة على عظمة الله في نفسه، عرف ربه، كيف الله عز وجل خلق الجنين، كيف البويضة تلقحت، كيف الانقسامات تمت، كيف كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم ثم أنشأناه خلقا آخر. هي معنى من عرف نفسه عرف ربه، لها ثلاث معاني. المعنى الأول: إذا عرفت ضعفك عرفت قوة ربك، عرفت فقرك عرفت غنى ربك، عرفت جهلك عرفت علم ربك. المعنى الثاني: إذا عرفت طريقة تخليق الإنسان، آيات الله في خلق الإنسان، عرفت الله عز وجل. والمعنى الثالث: أنت قبل أن تقول أنا أعرف الله لا عرفت نفسك. هذا معنى النفي، ومعنى الأولوية، ومعنى الضد. على كل، مرتبة العجز والضعف مرتبة صحية في علم التوحيد. بقي مرحلة الذل والانكسار. أحد العارفين قال: طرقت أبواب الله كلها فوجدت ازدحاما على كل أبوابه، باب العمل الصالح، باب الدعوة إلى الله، باب تصنيف الكتب النافعة، هالأبواب عليها ازدحام شديد، إلا في باب ما في عليه ازدحام، باب الذل والانكسار. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا مع المنكسرة قلوبهم،
الحزان في كنف الله، إن الله يحب كل قلب حزين. الحزان معرضون للرحمة، هذا باب الذل والانكسار، أسرع الأبواب إلى الله، ما في ازدحام، ما في طوابير كثير، أسرع الأبواب إلى الله، وهو باب من أخف هذه الأبواب، باب الذل والانكسار، أي هو باب العبودية، والعبودية كما تعلمون غاية الخلق، يعني اللهم اجعلني عبدك، قال النبي الكريم هذه الكلمة وهو في سدرة المنتهى، فكلما على مقامك ازداد تحققك بعبوديتك لله عز وجل. هذا الموضوع عن الذنوب، يعني القسم الحيواني والقسم الطبيعي وأهل الجبر وأهل القدر القدرية، هؤلاء يفهمون الذنوب فهما منحرفا، بعدين تجي مراحل أخرى، يعني أهل التوحيد، أهل التوفيق والخذلان، أهل الحكمة، أهل الرحمة، هذا كله من معاني دقيقة جدا متعلقة بالذنب. على كل، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شهير ولكن الناس يفهمونه فهما مغلوطا، حديث خطير في معنى الظاهري، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، يعني معناه الظاهري لحق حالك بذنب، لحق حالك. أما المعنى الحقيقي يعني لو لم تكونوا على درجة عالية من الحساسية والإرهاف تحسون بذنوبكم لذهب الله بكم، يعني هنا الإحساس بالذنب، الذي لا يحس بذنبه إنسان ميت، الذي لا يحس بذنبه، في إنسان بيغتاب بيروح ينام طول الليل مرتاح، بيأكل مال حرام بيأذي الناس مرتاح ما له عامل شيء، هذا ميت، هذا الله عز وجل قال أموات غير أحياء، ميت. أما هذا الذي يغتاب أخاه فلا ينام الليل، هذا الذي ينظر إلى امرأة نظرة أزيد من النظرة الأولى يشعر بانقطاعه عن الله عز وجل، هذا علامة صحية، هذا في خير. لو لم تذنبوا، أي لو لم تحسوا بذنوبكم لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون، يعني إذا أغلط يشعر أنه في خطأ كبير. هلأ إذا واحد عنده ابن وارتكب غلط، حينما ارتكب هذا الغلط على وجهه حمرة وشعر بالخجل وأفرق بصره إلى الأرض واستحيا أن ينظر إلى أبيه، هذا الأب يضربه؟ مو معقول يضربه، هذا شعر بذنبه. في ابن يتكلم كلمة قاسية أو نابية، شو حكينا كمان لأبوه؟ هذا بده ضرب. هذا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون، بمعنى يحسون بذنوبهم. يعني ملخص الدرس، هذا الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن ورب الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. مؤمن أنت إذا كان غلط غلطة وشعرت بانقطاع. لذلك قال أحد العارفين شاب عنده مؤمن سمع منه أن لكل سيئة عقابا، ارتكب معصية فشعر بالجفوة، فبعد أيام يعني كان ينتظر العقاب من الله عز وجل على حسب كلام شيخه، مضى جمعة جمعتين ما صار معه شيء، جسمه صحيح ما. ففي الصلاة ناجى ربه فقال يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني، قال فوقع في قلبه أن عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. يعني ما بتكفي هي، إذا الإنسان ارتكب مخالفة فانقطع عن الله عز وجل، جمعة جمعتين، صلاة شكلية، انقباض، ضيق، ما بكفيك العقابة. فاللي عنده حساسية بالغة كل غلطة بيرتكبها بحس بانقطاع عن الله عز وجل، هي علامة صحية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن مذنب تواب، يعني كل ما زلت قدمه أوان بيعود إلى الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.